طيب خلينا نكمل مع الوطن وملف برضو مهم جدا على صفحتين 4 و5، اقتصاد مصر 2024 توازن وبيئة جاذبة للاستثمارات، السياسات المالية للحكومة تعزز ملامح الاستقرار رغم الأزمات الدولية الطاحنة، إصلاح مالي، توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، زيادة الأجور والعلاوات، ضبط المصروفات، الفاتورة الإلكترونية تحقق للدولة 8.1 تريليون جنيه، الإفراجات الجمركية، الخدمات اللوجستية، العديد الحقيقة من السياسات الاقتصادية والآليات اللي بيتم تطبيقها دلوقتي بالتأكيد علشان إصلاح وعملية إصلاح الاقتصاد المصري، وإن احنا يبقى عندنا بيئة جاذبة من الاستثمارات من جميع أنحاء العالم. ده من الملفات المهمة جدا اللي طبعا بتشتغل عليها الدولة. خلينا نقول احنا حتى هنا أشرنا إلى كتير من موضوع الاستثمار وأهمية الاستثمار في مصر، وموفقا لتوقعات الخبراء إن عام 2024 هيكون عام انتعاش حقيقي للاقتصاد المصري. احنا قدام أزمات عالمية يعني تأثر بها الاقتصاد العالمي، وبرغم من كده الاقتصاد المصري إلى حد كبير كان واقف وبيحاول ياخد كتير من الإجراءات اللي بتؤكد على أهمية الاستثمار. احنا عملنا بيئة خصبة للاستثمار، بنية تحتية، دعم الاستثمار من رقابة، بلس زي ما حضرتك أشرتي برضو إلى الحد الأدنى للأجور، رفع الحد الأدنى. احنا بنتكلم عن رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات متتالية، وصلنا من 1200 ل4000 الحد الأدنى للأجور، لتحسين المعيشة ورفع العبء عن المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وزي ما أشرنا أنه الاستثمار هو الحل، الاستثمار ومصر عارفة ده وبتعمل على ده وأهمية ده.